ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة لاستضاح سياسة الحكومة حول ترشيد استخدام مياه الري، وذلك في إطار اتباع العديد من السبل للمحافظة على الموارد المائية ولعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي. هذا ووافق المجلس على إحاطة طلب المناقشة العامة وتعقيب الحكومة إلى لجنة مشتركة لبحثه ولإعداد تقرير بشأنه. في إطار دوره الرقابي والتشريعي، يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة عدد من مشاريع القوانين والقرارات. الجلسة بدأت بطلب مناقشة لعدد من النواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري. المشكلة باتت مشكلة عالمية، لأن المياه العذبة اللازمة لحياة الإنسان سواء ما يتعلق بالزراعة أو الاستعمال اليومي، بات هناك شح مائي، هذا فضلا عن تغير المناخ الذي يتفاقم درجات الحرارة وفقا للمعدلات المحسوبة عالميا والمتوقعة في هذا الشأن. هذا بالإضافة إلى الزيادة السكانية ليس في مصر فحسب وإنما في العالم كله. بما أننا بنتكلم على تطوير الري واستخدام طرق الري الحديثة، فمحتاجين نحن نعرف ما تم تحقيقه في ظل المبادرة التي قدمت بخصوص 5% أو نقدر نقول المبادرة اللي قدمها البنك المركزي في القروض المعفاة من الفوائد على 10 سنوات، ما تم تحقيقه والمساحة التي تم الوصول ليها. أين وصل البحث العلمي لدى الوزارة في الاعتماد على أو أنه يتعاون مع وزارة الزراعة حتى نعتمد على محاصيل من شأنها أنها تستخدم قدر أقل من المياه في الوقت الحالي؟ من جهتها، أكدت الحكومة أن وزارة الري تتبع جميع الأساليب الحديثة والأبحاث العلمية في نهجها في استخدام الموارد المائية وترشيدها، كما أكدت الحكومة اهتمامها بإعادة تأهيل المجاري المائية والمساقي والترع لتوصيل المياه الكافية للمزارعين بسهولة ويسر على مدار العام وسد احتياجاتهم المائية. وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على إحالة طلب المناقشة العامة وتعقيب الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. وهكذا يواصل مجلس الشيوخ مناقشة كل ما يهم المواطن المصري، فضلا عن مناقشة قوانين تسهل من أداء عمل الحكومة.